في البداية بحب طبعا أقدم تعزياتي لكل المصريين أولا، وخصيصا للكنيسة القبطية، وبحب أقدم التعازي للأسر اللي فقدت أحبائها. ما في كلام طبعا اللي الشخص يعبر عنه، ما فيش كلام بيكفي بالحقيقة، إنه ما في أي إنسان بيقدر يعزيكو. الوحيد اللي ممكن يعزيكو هو الرب، الروح القدس يعزيكو ويشجعكو ويصبركو، وهذه الشهادة الحية من خلال ردة فعلكو بدل على ثباتكو في الإيمان وعلى محبتكو لشخص الرب يسوع المسيح، وعلى الرجاء المبارك والأمل المبارك. أنتم عارفين مدركين أن هذه الأرواح موجودة في السماء مع الرب يسوع المسيح، لكن على الأرض في عنا رسالة حتى نكملها. فربنا يعزيكم وربنا يبارككم وربنا يشجعكم.